السلام الله عليكم جميعا. شكرا لجميع المشاركين والمتتبعين معي في القناة. ولأول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس ودعموني بلايك فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم في قناة طبخ مريم. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. شكرا لجميع المشاركين والمتتبعين اللي معي في القناة، شكرا على التعليق اللي تتركوا ليا، شكرا لكم خوتي. ولي اول مره تشوفوا قناتي ما تنساو تدعموني بلايك والاشتراك والضغط على زر الجرس فضلا وليس امرا. وصفتنا ديال اليوم اللي هي عباره عن عشاء او غدا، وجبه عشاء خفيفه اللي هي سهله، اللي تنحتاجوا ليها 200 غرام ديال الكفته، تنزيدوا عليها شويه ديال السكنجبير، تنزيدوا عليها شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفله الحمراء بابريكا، وتنزيدوا عليها شويه ديال الهريسه، هذيك اختياريه ماشي اجباريه. تنضعوا عليها، تنحتاجوا ليها بصله صغيره مشلضه. بسم الله نبدا على بركه الله. تنضعوا البصله، بعد ما وضعنا العطريه، بعد ما وضعنا التوابل، تنضعوا القزبر معدنوس ديجا كاين مدقوق، تنحطوهم صافي، تنبداو نخلطوهم مع بعض. هذه يعني وصفه غدا ولا عشاء خفيفه، اللي هي خفيفه وسهله. لك بالنسبه للي ما تيبغيش يتعشى تيتصوب حتى في الغدا، اللي واحد الاكله اللي وصفه يعني سهله. تبارك الله، راه كلشي المغاربه تيعرفوا يصوبوا الكفته. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما تيعرفوش، وكاين حتى اخواتي تبعوني عايشين في اوروبا تيتبعوا تيصوبوا الوصفات اللي تنزل اللي تتكون سهله عليهم، تيصوبوا بعض الوصفات. من بعد غادي نكوروا الكفته بيدينا هكا على سطح اليد، ونحاولوا غير هكا نكبسوا عليها شويه. شحال من وحده تبقى تفكر شنو ندير العشاء، شنو ندير، شنو ندير الغدا، يعني بفكره بسيطه يتصوب وجبه عشاء ولا غدا. صافي تنكملوا الكويرات ديالنا ديال الكفته، درناهم كويرات كبار. كنا وضعنا جوج بطاطات يتسلقوا، هاي البطاطا بعد ما تسلقات تنقسموها. تنقطعوها على هاد المقوى، ما خصهاش تسلق بزاف باش ما تجيش معجنه، المهم تكون بالسلوقه عاديه. تنقطعوها على هاد الشكل هذا، هاد البطاطا هادي غادي نصوبوها، غنطيوها في آلة البانيني، غنحمروها في آلة البانيني، تجي زوينة. إلا اللي بغي يقطعها هكا بالعرض وما يقطعش بالطول نفس الشيء. صوت الطنوبيلات صدعني بزاف، كاين الصداع بزاف. صافي تنبقاو مستمرين في تقطيع البطاطا على هذا الشكل هذا.
الطريقه ديال البطاطا تجي زوينه بزاف ديال في الاله البانيني. تجي حتى كذلك صحيه، ما مقلياش لا في الزيت لا والو. نفس التوابل العطريه اللي حطينا في الكفته غنحطوها هنايا، نحطو شويه ديال سكنجبير، وغادي نحطو شويه ديال الكمون، وشويه ديال الملحه يعني غير رشه رشه، وشويه ديال البابريكا التحميره. غادي نوضعو رشه ديال القرفه، وغادي نوضعو كذلك فيها الثوم ورشه ملح. غادي نوضعو فيها معلقه كبيره ديال المايونيز، حنا غنحطوها بمعلقه صغيره ولكن ما يعادل معلقه كبيره ديال المايونيز، ومعلقه كبيره ديال الكيتشوب، ودعنا قزبور ومعدنوس. وغادي نوضعو فيها درس ديال التومه محكوك، هذا هو المايونيز. غادي نوضعو معلقه كبيره، وغنوضعو معلقه كبيره ديال الكيتشوب، وغادي نحركوهم. تجي مذاقها زوين هاد على هاد الشكل هذا. تقص مضيف التحريك، غادي نوضعوها على جنب. هنايا اخر شيء وضعنا التومه، وغادي نسخنوا آلة البانيني، خاصها تسخن مزيان. بعد ما سخنت مزيان غادي نوضعوا فيها ديك البطاطا اللي صوبنا باش نخليوها تحمر. نحاولوا نحطوها نخليوها مفرقه، تنحاولوا بما امكن اننا نفرقوا كل وحده على وحده. وتنغطيوها تخليوها باش تحمر، وخا تلصق من الفوق ماشي شي حاجه اللي لصقت راه تتحيد بسهوله. هيا بدات تتحمر لينا، تجي ريحتها زوينه بزاف. ياو تتجهز بسرعه، يعني وجبه عشاء اللي هي سهله ودغيا تتوجد. وبعد ما كنا فاش قلب الطيب قلينا الكفته في الزيت، غير شويه ديال الزيت. هذاك الفرماج حكينا الفرماج حمر، من بعد فاش غادي نحطوها، احنا حطينا في طبق التقديم تنحطوها وهي سخونه فوق منها الفرماج تيذوب عليها، تجي اكله زوينه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، اقتراحنا اللي هو وجبه عشاء او غداء اللي هي سهله وبسيطه. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك اللي ما مشاكيش معايا في القناه، والضغط على زر الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي اللي هي جد سهله وبسيطه، فضلا وليس امرا. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، دمتم سالمين.